بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، أيها الأخوة المتابعين، في هذه اللحظة تم الإعلان عن انطلاقة شوطنا التاسع من أشواطنا الصباحية التي ننقلها لحضراتكم ونصفها من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، مع انطلاقة سباق جروب التحدي المواصل بإدلاء بطاقات التأهيل من أجل الوصول إلى يوم الختام ومنافسات يوم الختام. انطلق هذا الشوط بجديده إلى خط النهاية، نتابع 3 كيلومتر مسار التحدي والقمة. نذهب إلى البداية والمقدمة لنتابع أول الأسماء. هنالك الشاهينية تأتي مع خط البداية، فهد بن علي بسند المهندي الذي يقدم الشاهينية مع مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع الشاهيني الشهوان بن مسفر الشهواني يقدم الشاهينية مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع مشاهدي الكرام الوجود في هذه اللحظة من فرح الجابر بن علي الجرحبياتي مع ثالث المراكز. بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعين الكرام من وصلت مع المركز الرابع شديدة، يقدمها سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة، يأتي مع رابع المراكز. أما المركز الخامس من بدت في الانضمام في هذه اللحظة معنا لدائرة النداء نوف، من وصلت حسن بن راشد النعيمي يقدم لنا نوف مع المركز الخامس. هذه مشاهدين الأعزاء نتيجة هذا المسار مع أول ندى وتحديات هذا الشوط، ونحن نتابع هذا المسار ونتابع القمة والثلاثة كيلومترات مع هذه الشعارات ومع هذه النجومية الرائعة اللي نتابعها على أرضية ميدان الشحانية. البداية والمقدمة، هنالك الشاهينية تأتي مع المقدمة ومع الصدارة وبداية هذا الشوط. شهوان بن مسفر الشهواني يأتي بالمقدمة، يأتي بالصدارة وبتحديات البداية، لكن المركز الثاني وثاني المراكز أتابع مشاهدين الأعزاء نوف من بدت في التقدم في هذه اللحظة، يقدمها حسب الراشد النعيمي، يقدم نوف اسمها من 3 حروف ولكن ميمنة الميدان تحمل لنا اسم جديد بدأ في الظهور عنيدة. وصلت في هذه اللحظة بدلت إلى المركز الثاني، راشد بن هادي الشهواني بدأ يغير إلى المستوى الثاني. المركز الثالث أتابع ثالث المراكز، وهنا الظهور من شواهين عبد الرحمن بن عبد الله العيدة وصل مع المركز الثالث. المركز الرابع شوف التقدم في هذه اللحظة من صوغة، من وصلت مع المركز الرابع عبد الرحمن بن حباب الهاجري، وخامس المراكز هنالك فرح جابر بن علي الجرحب. هذه الخمس المراكز المنطلقة مع الندى الثاني ومسار الشوط، ونتابع المنافسة ما بين الشعارات هنا على أرضية هذا الميدان، لائحة الكيلومتر الأخير، الإعلان الأخير للأخوة المشاركين، وهذا المسار الجميل الألف المثير دائما، من يحمل لنا السرعة والانطلاق والمنافسة ما بين أقطاب المنافسة. لكن البداية الشاهينية تحمل الرقم 1 وهي من تتمسك بالمقدمة والصدارة، بطاقة التأهيل في قبضة الشهواني. شهوان بن مسفر الشهواني يدفع بالشاهينية، يأتي بالبداية بالمقدمة والصدارة وعصاها في الأبطان، تأتي بالدفع الذاتي ولدى التلقائي، تسيطر على مجريات هذا الشوط حتى اللحظة. المركز الثاني أتابع مشاهدين الكرام، هنالك عنيدة راشد بن هادي الشهواني يقدم عنيدة، ولكن من بدت في الانطلاق والمعاندة في هذه اللحظة صوغة 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 بدت أيضا في السرعة، بدت في الانطلاق الجميل مع المركز الثاني عبد الرحمن بن حباب الهاجري، من وصل مع المركز الثاني العيد أيضا بدأ يتحرك، بدأ ينطلق هنالك مع المركز الرابع. ولكن لنعود إلى المقدمة، الصدارة والانفراد الجميل مع مقدمة الشهود. الله الله الشاهيني شهوان بن مسفر الشهواني يسيطر على القمة على البداية والنقطة الخامسة. نعم يأتي بها الشهواني في هذا المسار وفي هذا الصباح وفي هذا الانطلاق الجميل. تهانينا واسعد الله صباحك وهنيالك هذا المال الطيب وهذه النوعيات الجيدة التي تقدمها في صباح هذا اليوم وفي هذا الانطلاق الرائع. تهانينا الشهوان من مسفر الشهواني، سلام يا الشهواني سلام، والشاهينية من وصلت إلى خط النهاية لتكون بذلك هي العلامة الفارقة عن بقية الأسماء. المركز الثاني وصلت صوغة عبد الرحمن بن حباب
الشباب الهاجري المركز الثالث كان الوصول لعنيد راشد بن هادي الشهواني. هذه النتيجة والتوقيت الزمني مشاهدي الكرام 4 دقائق و47 ثانية و38 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني المسجل مع انطلاقة الشاهيني لشهوان بن مسفر الشهواني. تهانينا والناموس.